تعلن وزارة السياحة والآثار في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الانتهاء من مشروع تركيب محطات الطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية من بينها متحف شرم الشيخ. للمزيد ينضم إلينا من قصر الأمير محمد علي بالمنيل الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمد ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. نعم، يعني تحياتي لكم في البداية. بالفعل يعني نتواجد معكم الآن من قصر محمد علي بالمنيل، حيث من المفترض بعد قليل يعني يبدأ المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه وزارة السياحة والآثار للإعلان عن تفاصيل الانتهاء من تركيب المحطات الشمسية على معظم المتاحف والمواقع الأثرية في جميع المحافظات. يمكن بموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للآثار وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالفعل هذه الاتفاقية يعني غاية في الأهمية، لأنها تحافظ على التاريخ المصري من خلال ضمان سلامة الحفاظ على الآثار المصرية الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة في جميع المحافظات، وذلك أولا لتحويل هذه المتاحف إلى منشآت خضراء، ثانيا الاستفادة من قصواها الاقتصادية في الحفاظ على الكهرباء وترشيد الاستهلاك من خلال الطاقة الشمسية. أيضا يعني نؤكد أن بحسب ما جاء في بيان جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن في مصر حوالي 88 متحفا أثريا ومواقع أثرية موجودة في محافظات الجمهورية. بموجب هذه الاتفاقية تم الانتهاء من يعني تركيب حوالي الطاقة الشمسية لأربعة من المتاحف الأثرية من ضمن 88 متحفا. يمكن يعني الأربع المتاحف الأثرية التي تم تركيب بها هذه الطاقات الشمسية أو محطات الطاقة الشمسية هو متحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية ومركز زوار الأهرامات وأيضا متحف قصر محمد علي في المنيل الذي نتواجد به الآن. نعم. يمكن بحسب ما جاء أيضا من بيان لوزارة السياحة والآثار أن هذه المتاحف الأربعة تبلغ يعني قيمتها من الكهرباء حوالي يعني 85 ميجاوات، وبلغت التكلفة الإجمالية التابعة لها حوالي 80 أو 85 ألف دولار. وزارة السياحة والآثار تنتهج منهجا يعني خاص بالحفاظ على البيئة والتحول للأخضر من خلال تركيب هذه المحطات الشمسية على معظم المواقع الأثرية والمتاحف الأثرية الموجودة في محافظات الجمهورية. نعم، يمكن زميلي بعد محمد الخطيب يعني مراسل التلفزيون المصري أشكرك شكرا جزيلا على نعم. هذه المتابعة والتفاصيل.